تبدأ مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشلي زيارة لفنزويلا تستغرق 3 أيام للاطلاع على الأزمة الإنسانية. تأتي هذه الزيارة وسط استمرار التوتر بين الحكومة والمعارضة، حيث جدد الرئيس نيكولاس مادورو اتهامه الولايات المتحدة بالمسؤولية عن محاولة قتله. أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن تكاليف محاولة اغتياله التي جرت في أغسطس الماضي والتي اتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لها بلغت نحو 20 مليون دولار أمريكي. ويأتي ذلك بالوقت الذي اتهم المدعي العام الفنزويلي طارق صعب زعيم المعارضة خوان غوايدو باختلاس الأموال التي أرسلت لمساعدة الفنزويليين في كولومبيا، والتي قام مستخدمو غوايدو بصرفها للمشتريات الشخصية. إن السياق خطير للغاية، لأن المواطن غايدو بدعم من الولايات المتحدة والحكومات الأجنبية حاول ليس فقط اغتصاب منصب رئيس الجمهورية، ولكن أيضا شارك بالمؤامرة لسرقة أموال المواطنين الفنزويليين بالتعاون مع أشخاص يقف وراءهم. وتقوم المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشلي بزيارة إلى كاراكاس ولقاء الرئيس مادورو وخصمه غوايدو للاطلاع على الأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد، فيما كثف عمال النفط السابقون من احتجاجاتهم وإضرابهم عن الطعام مطالبين بلقاء باشلي. من جهة ثانية، اتهمت صحيفة خيستيون رئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنه باع في مارس الماضي 7 أطنان من احتياطي الذهب الفنزويلي بقيمة 300 مليون دولار في إفريقيا، وذلك لتجنب العقوبات الأمريكية والتي وصلت لأوغندا على متن طائرة روسية ومنها إلى الشرق الأوسط وفقا للصحيفة.